دولة الرئيس فؤاد السنيورة، شو سبب الحملة من 8 أدار على الحكومة بعد قصة المي مع قبرص؟ صدقيني الحقيقة ما بدها هالقد، ما بدها هالقد، يعني نشفوا لي ريقي. الجماعة ما عم يقدروا يبلعوا ريقهم، ولو يعتبروا حالهم عم بيعبوا ستير مي بخزان البيت. ما بدها هالقد، ما حلو الواحد يغرق بكوباية مي، ما هيك؟ ايه بس دولة الرئيس المي ما بتمرق على العطشان. صحيح، بس اللي اصبعه بالمي مش مثل اللي اصبعه بالنار، ما هيك؟ انت شفتيهن؟ شفتيهن اول ما سمعوا بالخبر كيف دغري بلشوا بالانتقاد؟ ما بدها هالقد. يعني حافظينهم كرجة مي، بس كيف بتحب ترد عليهم دولة الرئيس؟ شوف اللي اقول لك، شو بدي اقول لهم؟ يعني ما بدها هالقد يخففوها شوي على قبرص. بكره مثل ما بتقول الاغنيه، بكره بتشت الدنيا على الارض المجرحه، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بمحا بقبرص؟ وعنا كمان، وعنا كمان. طيب دولة الرئيس ليش ما بتقنع المعارضة انه الدنيا اخذ وعطا وبكره منعوز قبرص بغير المي؟ صدقيني دق المي مي، هول الجماعة ما عمال يقتنعوا، ما عمال يقتنعوا. طيب وبرأيك هالقصة فيها خسارة للبنان؟ ابدا، بعمرك سمعتي الشريك المي بيخسر؟ الشريك المي ما بيخسر، ما بحياته شريك المي خسر. طيب دولة الرئيس ليش ما بتقعدوا وبتتعاتبوا ومثل ما بيقول المثل العتب صابون القلوب؟ صحيح، بس من بعد الصابون ما بدك مي؟ ما بدك مي لتشطفي هذا الصابون؟ ومعقول تتحال حال؟ شوفوا لأقول لك، زي ما بيقول المثل قطرة قطرة بتتحلحل الصخرة، ما هيك؟ هذا كلام موجه لمحمد رعد، ما هيك؟ كيف كنت؟ مقنع بالمقابلة، ما هيك؟ دولة الرئيس تنشرب مع المي العكرة.